وينك بهالصورة؟ بشير جميل؟ بشير جميل هودي هاد بير جميل جوزيف سعادي اللور جميل بعتقد أمين عام حزم الكتائب. ايه أنا هون بالآخر موجود، وفي أنطوان أيوب يلي كان مسؤول عن العمال هون. هيدا يعني هودا المجموعة كانت مكتب سياسي، دعينا بشير لنطلع تنتفق أحد مخيمات التدريب. ايه تدريب تدريب وعملوا تدريب قدامنا واخذنا الصورة كلنا سوا. كان أكثر الكل لازم خبرك بيير جميل كان هو بحب هالتدريب والعسكر والميليشيا وبيضبطهم وبيهمهم. في كان عنده يعني ليه بحبها؟ هو بلش حزب الكتائب، ما بلش حزب سياسي، بلش عسكري. بلش حزب عسكر، وكانوا يسموه الكتائب، يعني جمع كتيبة. الكتائب اللبنانية كان عم كان من أجل تحت الانتداب من أجل الاستقلال. بعدين لما خلص الانتداب والاستقلال فتنا ب 58 بثورة 58. لما خلصت ثورة 58 بعد كم سنة فتنا بالحرب. وبعدين يعني بيير جميل قاد الحزب، أكثر رئيس قاد حزب بالمنطقة هو بيير جميل. وأكثر حزب عمره عمر بالمنطقة هي الكتائب. 1936 الكتائب تأسست. بيير جميل قعد 48 سنة رئيس هذا الحزب الحديدي، أكثر من الحزب الشيوعي يعني. أكثر من الحزب الشيوعي بالمنطقة. بعتقد الشيوعي بلش شيوعي سوري، ولا بحسوق أنا الأحزاب بعرفهم. بلش حزب لبناني سوري، كانوا مش معترفين بلبنان، كعملوا حزب الشيوعي اللبناني السوري بعتقد بال 26 27 قبل الكتائب. بعدين لما عملوا الحزب الشيوعي لوحده ايام عصام المحاري كانت الكتائب تأسست. وبشير مثل بيير؟ لا، بشير كان فينومين تاني يعني. في هذا بشير كان يعتبر انه ما في الا القوة بتواجه قوة. ويمكن هيدي تأثروا كثير من الشباب، تأثروا ما يؤخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. جمال عبد الناصر بعتقد هيدي الجملة. بشير كان انه هودي ما بيفهموا اللغة بالقوة، لازم نحن نعمل قوة مسلحة. من هون عمل القوات، هذا نعمل قوة مسلحة، والغاية تبعيتها هي محاربة الفلسطيني والسوري. ولاحقا كان مقرر يحارب حتى الإسرائيلي يعني. انتبه من هالناحية بشير مقاوم. ونديم؟ شوف نديم عم بعيش حالة ظروف غير ظروف، بس روحيته هي زيتها؟ نديم روحيته مثل روحية بيو والله. ايه يعني إذا في وضع في حرب محكومين انت فيها، لانه الحرب فرضت علينا، ما فرضت على كل اللبنانيين. بشير نديم اكيد بيعمل مثل بشير هلا، بس انا برايي استبعد هذا المساله.